أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن في أسبوع جديد من مادة اللغة العربية، أسبوع مميز وشيق أتمناه لكم. بعد أن تعرفنا أحبتي خلال الأسبوع الماضي على كاتبة الرواية وتعرفنا إلى بعض أحداث رواية كوخ العم توم وناقشنا وقرأنا قراءة نقدية لبعض أحداث هذه الرواية، خلال هذا الأسبوع سوف يفتتح بقراءة نقدية وتلخيص للجزء الأول من هذا الأسبوع. سوف يشمل التلخيص تحليلاً لشخصية إليزا أو العم توم، وسوف نوضح خلال هذا التحليل أهم الأبعاد الشخصية والانفعالية والنفسية والجسدية والاجتماعية الخاصة بكل شخصية، إذ إن الكاتب يجب أن يعرف أن هناك عدداً من الجوانب الخاصة بالشخصيات يجب أن تتضح خلال تحليل الشخصية. خلال الأسبوع الماضي أيضاً قمنا بالتعرض لبعض الأساليب الإنشائية والنماذج السردية والأساليب الخبرية والحوارية. بعد ذلك بدأنا بالاستعانة بالمعجم اللغوي لتفسير بعض المفردات والتراكيب الخاصة بنا. وفي هذا الأسبوع في الحصة الثانية سوف نناقش سوية العواطف والانفعالات في الرواية. فعند قراءة كوخ العم توم سوف نجد في سطورها عواطف وانفعالات متنوعة عبرت عنها الكاتبة بأساليب كثيرة. على الطالب أن يستخرج ما يدل عليها من حزن وندم وفرح وشفقة وغلظة وقسوة ويوضح الدليل، وأيضا عليه أن يوضح كيف تؤثر مثل هذه الأساليب على الجمهور، إذ إنها دافعة للتشويق والإثارة وزيادة الحماس في داخل القصة أو الرواية. بعد ذلك على الطالب أن يقوم باستخراج 5 كلمات تعلمها ثم استخدامها في جمل من إنشائه. ثم سوف يبدأ بذكر أسماء شخصيات ويعبر عن الدلالات الرمزية التي تحملها بعض العبارات. في الحصة التالية لهذه الحصة سوف يبدأ الطالب بفهم واتضاح قاعدة الجملة الإسمية. سوف نتذكر أن الجملة تتكون من جملة إسمية وجملة فعلية، وسوف يتعرف الطالب إلى أركان الجملة الإسمية بالمبتدأ والخبر وعلامات إعراب الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر، وبعد ذلك على الطالب أن يتعرف إلى صور المبتدأ وصور الخبر ويناقش ذلك من خلال الحصة الصفية والأنشطة التفاعلية والعروض التقديمية. هذا أحبتي بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بحل ومناقشة التدريبات الخاصة في كتاب اللغة العربية والخاصة بالأسئلة المتعلقة بصور المبتدأ وصور الخبر. سوف نقوم سوية بحل ومناقشة التدريبات خلال الحصة الأخيرة من هذا الأسبوع، وسوف نظهر الإجابات النموذجية الوافية للطلاب. وعليك أن تعي عزيز الطالب أن هذه الوحدة ترتبط بشكل مباشر بالهوية الشخصية الروائية في سياق زماني ومكان محدد. دمتم بألف خير وطابت أوقاتكم. إلى اللقاء أحبتي في أسبوع قادم مقبل مليء بالخير والمحبة.